متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة نستضيف سيونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولة الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب. المناسبة هي الامتناع الأخير تاع الجامعة على أداء واجبات ولوج المحطة الطرقية في خطوة يعني تصعيدية بسبب الأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه المحطة الطرقية التي أصبحت مثار جدل واسع بمدينة الدار البيضاء، لدرجة أن هناك من يتحدث عن ضرورة هدم هذه المحطة وبناء 4 محطات طرقية موزعة على مدينة الدار البيضاء. بداية سيونس، مرحبا بك. مرحبا بسي أحمد. سيونس، قررتوا ديروا العصيان داخل المحطة الطرقية ولاد زيان، امتنعتوا على أداء الواجبات على الدخول هذه المحطة، علاش ومتى سيستمروا هذا العصيان هذا؟ بالفعل احنا ماشي عصيان سيدي أحمد، هو هذا الأمر كان خصنا نقوموا به هذه مدة، لأن سبقنا وقمنا بواحد الاجتماع على الصعيد الوطني والتحقوا جميع تقريبا الناقلين اللي كيمثلوا القطاع الصعيد الوطني واللي الحافلات ديالهم كتعبر على المحطة الطرقية على المحطة الطرقية ولا زيان أو تنطلق منها. فلما ناقشنا هذه المواضيع داخل الاجتماع لقينا بأن المحطة الطرقية أصبحت غير لائقة للقيام بهذا العمل ديال وسيلة النقل، لان كما كتعرفوا التسيير ديالها اصبحت تسييرا شبه عشوائي او لما قلنا عشوائي. من يقوم بالتسيير ليس له درايه بالمحطات الطرقيه ولم يسبق له القيام بهذا العمل، المحطه اصبحت الازبال فيها متراكمه، الاضواء منعدمه، الابواب والامن الخاص لا يقوم بالعمل ديالو، عدة أشياء كما كتعرفوا، كذلك الأفارقة الذين أصبحوا تقريبا يطوقون المحطة جنبتها كلها، لا في المخرج لا في المدخل. واخا نجيو سيونس الوضعية على المحطة الطرقية، شحال نتوما تتأدي الواجبات للدخول لهذه المحطة الطرقية تقريبا في العام؟ وتقريبا في السنة راه بين 2 و3 مليون ديال الدرهم اللي كيأديو الحافلات ديالنا. وفين تمشيو هاد الفلوس هادو؟ وهذا هو التساؤل ديالنا، وهذا هو اللي خلانا خدينا هذا القرار. كما رجع لك في الجمع العام، القرار اللي كانت تخذه هو الامتناع على الاداء ديال الحافلات، لان هذه الاموال كما سبق لك قلتي ما عرفناش فين كتمشي، وما عرفناش حنا ماذا المقابل ديالها اللي كناخذه لا نعيشه على الارض الواقع. فخدينا هذا القرار ديال عدم الاداء، وكان ذلك يوم الجمعه اعتقد، ما قلتش التاريخ بالضبط، ولكن يوم الجمعة الماضي. وامتنعت جميع الحافلات، لبت النداء وانخرطوا جميع المهنيين لم يقوموا بأداء المحطة حتى استعمق لا، لأن كانوا جاوا الناس ديال مجلس المدينة وقمنا معهم على وجه الصورة بواحد الاجتماع اللي كان فوري. مع من جلستوا في المجلس؟ جلسنا مع السيد المدير ديال الجامعة ومع السيد مستشار ديال السيد العمدة، وطرحنا جميع المشاكل وناقشناها وخرجنا بواحد البلاغ مشترك بيننا وبين الجامعه اللي مضاو عليه جميع الاطراف، للجامعه للناس ديال الجامعه باش يلتزموا معنا ببعض النقاط، واحد 5 نقاط مثلا، اللي هي اولا مراجعه السير ديال المحطه واتخاذ قرار من اجل يكون واحد المدير جديد، النظافه، الاناره، الابواب ديال الأمن الخاص خاصة تغير الشركة، والمسألة ديال الأفارقة، لأن هذا الأمر الواجهة ديال المحطة يتهم الجامعة، لأن المدخل ديال المحطة ما بقاش كيعطي واحد الإشارات اللي هي زويونة بالنسبة إذا كنتوا تحملوا من الجامعة المسؤولية على الأوضاع اللي تتقولوا أنتم عشوائية ولا كارثية داخل المحطة الطرقية، حتى الناس على الحافلات عندهم مسؤولية، لأن كاين شي وحدين ما تيبغوش يدخلوا المحطة، تيوقفوا في الجوانب تاع المحطة باش يبداو يهزوا الناس، هذاك كاين شي كرسية تاهما الله يهديهم تيديروا شي ممارسات غير مقبولة اللي تتأثر على الصورة كما قلتي تاع المحطة الطرقية. يعني كاين مسؤولية مشتركة ما بينكم أنتم كأصحاب الحافلات وما بين الجامعة الدار البيضاء. لا، شوفي، المسؤولية ديال أرباب الحافلات اللي لاحظنا هو منذ إغلاق المحطة الطرقية في كوفيد 19 في 2020 أعتقد، فالحافلات من بعد عودة الاشتغال بقت كتشتغل في خارج المدار ديال المحطة،
وكانوا كما قلت الدائره ديال الكورتيه كانوا جاوا شي كورتيه جداد اللي بداو كيشتغلوا مع الحافلات في هذه الاونه هذه اللي خلى من بعد الفتح اعاده الفتح ديالها. هو الفتح ديالها كان عشوائيا حتى هو لان كانت شركه كتسيرها ومن بعد الفتح ديالها خذت الجامعه الخضريه اللي هي صراحه ما قادش على تسيير محطه طرقيه وما عندهاش الاليات رغم ان الاموال تدخلها من طرف ارباب النقل اللي كيؤديو الواجبات عند الخروج ولكن ما كنلمسوش داك المحطه اللي خصها تكون لان هذه محطه تقريبا راهي البوابه ديال المغرب واكبر محطه على الصعيد الافريقي يعني رخصه تتبع خصها كاين اللي تيقول بان يعني داك الاهمال ديال هذه المحطه اهمال بين مزدوجتين تاع المحطه الطرقيه ولا الزيان هو تمهيدا يعني باش يتم هدم هذه المحطه وبناء اربع محطات طرقيه على مستوى مدينه الدار البيضاء خاصه يعني على امل الاستعدادات تاع كاس افريقيا 2025 و 2030 كاس العالم. انا لا اعتقد الا بغينا نمهدوا كما قلت وهذا لا اعتقد في اثناء الحوار ديالنا مع الجامعه الحضاريه ليس هناك استعدادات لبناء محطات اخرى وإلا كنا ناويين باش نمهلو باش ما غاديش نهدموا محطه اللي كيجي لها المواطن واللي كتستقبل ازيد من 1000 شخص في اليوم غادي نرجعوا انت بالنسبه لك باقي الدار محتاجه لهذا النوع بحال هذا النوع تاع المحطات يعني محطه طرقيه كبرى هي في المنطقه اللي كما قلتي ما محتاجاش تكون تما ولكن قدر الله ما شاء فعل هي كاينه الجامعه بناتها تما حنا مشينا تما بناء على الطلب ديال الجامعه باش نشتغلوا لان حنا لو بقينا في كراج او بنجديه اعتقد كان احسن لان كان نظاما في المستوى كان تسيير في المستوى دابا المشكل الكبير هو في التسيير ديال المحطه الطرقيه يعني كيجيك واحد الشخص يسير واحد المحطه اللي هي مرفا كبير وبوابه كبيره ديال المغرب راه ماشي سهل راه خص يكون انسان كفء وعنده غيره على النقل اولا وعلى القطاع بصفه عامه باش يسير هذه المحطه هذه حنا اللي بغينا مستقبلا هو ماشي محطه اخرى حنا الان كنضيعوا الارزاق ديالنا اولا المتوافدين على المحطه من المسافرين راه قل نظرا لهذه المشاكل كلها اللي تكلمنا عليها قبل هذا التسيير العشوائي هذا الافارقه هذا الكوارتيه اللي ولاو بكثره اللي هما عشوائيين حتى هما لانهم يلتحقون يعني بالمحطه المعدل تاع المسافرين قل في المحطه الطرقيه قل جدا لان المسافر ما يمكنش يمشي لواحد المحطه اللي غيسمع فيها كلام نابي اللي غيلقى فيها اوساخ اللي غيلقى فيها معامله ماشي في المستوى اللي غيلقى فيها مقاهي ماشي في المستوى اللي ما يلقاش فيها واحد المرافق فين غادي يتسنى الحافله ديالو قبل ما يتوجه لها باش يسافر حنا اليوم كما طالبنا كما اسبق لك قلتي الاخ الكريم راه حنا عندنا ملفات مهمه سوف نحتضنها وعلى راسها ومن الاولويات هي كاس افريقيا للامم اللي على المدى القريب هذه المحطه هذه اظن خصها تكون في الملف اللي الناس المسؤولين وضعوه لدى الاتحاد الافريقي انا ما عرفتش واش عطاهم هذه المحطه بهذه الصفات ولا لا لان المحطه سوف يروج فيها مسافرين غيكون فيها جمهور اللي غيتنقل للملاعب على الصعيد الوطني يعني غيتجه المحطه ديال ولاد زيان والقيمه الاكثر تكون في كاس العالم يعني لا ولكن كاس افريقيا ليس بمناظره سهله ليست عفوا بتظاهره سهله راه كاس افريقيا اللي هو غيكون فيه التنقلات على الصعيد الوطني وابتداء من الدار البيضاء لان تقريبا جميع الجماهير والطائرات سوف غتحط مدينه الدار البيضاء الغالبيه تاعها يعني غيكون رواج في هذه المحطه انا تاعب الملف هذا حنا ما غاديش نوجدوا هذه المحطه من دابا سنتين اللي كاين فيها كاس افريقيا ولكن كنا خصها تكون من ضمن المرافق اللي تعطات الاتحاد الافريقي لخشوش هذا الشيء مع الناس المسؤولين تاع الجماعه فاش جلسوا معاكم يعني الرؤية ديالو المستقبلية لهذ المحطة من غير هاد يعني حل هاد المشاكل اللي هي يومية مثلا الأوساخ الطواليط هادشي يومي ولكن الرؤية تاع المحطة التركية كيفاش بغينا نشوف هاد المحطة التركية ما تناقشوش داخل لا راه كيما اسمعني قلت لك السي أحمد راه حنا ناقشنا هاد المواضيع ودرنا محضر اجتماع مشترك خص غير اليوم راه أسبوع تقريبا باش قمنا بتوقيع هاد المحضر الاجتماع راه لحد الساعة باقي لم نلمس شيء نلتزموش بهذا الشيء لم يلتزموا حتى بهذ خمسة نقاط اللي حنايا هذا اللي هي على الاقل واحد 30 ولا 40% غترجع للمحطه ديك الهيبه ديالها وداك النظافه ديالها الاولويه عندنا حنا سيدي احمد هي التسيير
راه واحد السيد كيسير واحد المحطه لا علاقه له بالمحطه الطرقيه او بالنقل بصفه عامه. شكون تيسير دابا؟ كتشد سيارة جامعة الحضارية. بقات الشركة؟ لا ما بقاتش شركة، قبل فاش كانت شركة تقريبا كانت السيارة ديالها تقريبا واحد 60-70% في المستوى. نكونوا واضحين، الكمال لله ما يمكنش غتوصل 100%، ولكن على الأقل كان دوك رجال الأمن اللي في الباب في المستوى كيتصداو للدخلاء. دابا أي واحد كيجي يدخل المحطة ما كنسولوش شكون كيف ما كان نوعه، ما بغيش يقتني التذكيرة دياله داخل، لانه ما كان سولوش فين غادي فين جاي، لان هذه من الاولويات ديال المحطة الطرقية اي واحد كيلتجئ لها. اصبحنا كنعيشوا زعما مشاكل اللي هي كترجع القطاع بالتدهور، وحنا ما غاديش نسكتوا على هذه المسألة الاخ كريم. لماذا ما نسكتوا؟ لان القطاع ديالنا وهذا القوت ديالنا كناخذوه من هذه المحطة الطرقية، يعني خصها ترجع المسار ديالها. حنا الا ما التزمتش معنا مجلس المدينه في حضون 10 ايام راه يمكن غادي تكون محطه نضاليه، وعلى راسها هو الامتناع على الاداء ديال الواجبات لان خصنا نلمسوا. حنا علاش كنعطيو هذا القدر المالي اللي هو مهم؟ مقابل خصنا مقابل في المساواة. اولا راه المسافر راه هو في الاولويات وعلى راس المساله، لانه اللي خصو يكون يحس بواحد الراحه منين يجي لهذيك المحطه. كما كتمشي مثلا لاكار ديال التران راه كتحس بواحد الراحه نفسيه، كتلقى المقاهي في المستوى، النظافه، السيكوريتي. ولكن مشيت على المحطات كاين على مستوى الدار داخل مثلا طنجة، الرباط مع المحطه الجديده. الجديده فعلا كانت عند انطلاقات في المستوى. وعلاش الدار البيضاء حتى المحطه؟ رغم انه في يعني في اواخر تاع التسعينات روجوا بان المحطه غتكون نموذجيه على الصعيد الوطني، الان تشوف بان ولات الحديث عليها دائما في الازمات وفي اكيد لا هي في البدايه ديالها كانت محطه نموذجيه، كانت في المستوى العالي يوازي المحطات العالمية. شدتها واحد الشركة اللي سيرتها صراحة كانت مسيرة بواحد 95% في المستوى. مع مرور الوقت لأن كاين بعض المسائل اللي خصها تعالج، بحال هذوك المحلات اللي كاينة في الأسفل ديال المحطة، راه هي مرخص لها باش تعطي هذوك لي غوبا فخوا، لي سونديش غوبا فخوا، ولكن هي كتقوم بالعكس، كاين الطبخ تما، كاين البوطات تقدو تصبو في مشاكل، هذا اللي وفر اوسط. كاين مقاهي اللي هي عشوائيه ما خصهاش تكون، مقاهي اللي كيجيو باتوا فيها المتشردين. كاين عده اشياء اللي خصها تعاد فيها النظر. يعني هنا محطه طرقيه اللي غيجي لها واحد المسافر وغيجيبو وليداتو خصو يحس بالامان، خصو يلقى واحد المقهى اللي غينفات القلب ديالو غيرتاح ليها قبل ما يدير الانطلاقه ديالو. خص بزاف المسائل، حنا هادشي لا نلمسوه في المحطه. اقسم لك بالله انا المحطه لولا هاد المحطه النضاليه انا ما كنتش كنمشي لها، غير اتصلوا بي. دابا الكيران كيخرج من باب المحطه يكسر له الزجاج ديالو، هذا راه مشكل عويص من طرف دوك الافارقه. شكون اللي غتتهم عن غدوي؟ لان لقينا مشاكل دابا تم واش الحافله اللي كتسوى 3 مليون درهم كتخرج من باب المحطه وراكب فيها المسافر وكتهرس لها الزجاج ديالها وكيطلعوا له حتى لداخل الحافله وحيدوا له الهاتف ديالو، واش هذه محطه طرقيه باقي غيجي لها شي مواطن؟ راه اذا انتم في نهايه البرنامج ديالنا اشنو المطالب الاساسيه ديالكم يعني على الاقل باش ترجع المحطه يعني شويه مقبوله؟ شوف غير قبل ما نعطيك، قلتي لي بان المحطات ديال طنجه وديال الرباط هو التسيير ديالها معطي الشركات في المستوى اللي عندها علاقه بالتسيير ديال النقل، لا اس ان تي ال الى اخره، هناك تسيير في المستوى هذا لا نناقشه. بالنسبه للمطالب ديالنا حنا كنركزوا على الاقل على دوك 5 نقاط اللي تم التوقيع عليها مع الناس ديال الجماعه، اللي هي اولا اعاده التسيير في هذا المرفأ، وتوضع واحد الشركه مهمه او واحد الانسان في المستوى وعنده درايه بالنقل باش يسير هذه المحطه الطرقيه. ثانيا النظافه والاضاءه اللي هي منعدمه تقريبا في هذا، الشركه ديال الامن الخاص التي يجب اعاده النظر فيها من جديد، معالجه جميع الابواب المتكسره اللي وصلت لواحد الحاله كارثيه، وثالثا المساله ديال الافارقه، لان هذا المشكل كاين بالجامعه الحضاريه واللي خصها تدخل فيه، لان المرفأ ديالها والواجهه ديالها خصها تكون عند حصن الضينه،
وكان نطلبه تاني. احنا بغينا باش ندوزوا هذه الخطوه باش ندوزوا الخطوات اخرى. هناك العديد الشبابيك يجب اعاده النظر فيها. يمكن نوصلوا حتى البيتري الناس تاخذ البي ديالها الكترونيا. ويمكن هذه القضيه سوف نتفادى وانتم تلتزموا بالدخول داخل المحطه ما تقولش الزوم الناس خارج المحطه. راه ملي غتولي تدخل كاركاس سيدي احمد داخل المحطه وتخرجي تهرس لك الجاج اللي غتقام عليك تقريبا بواحد المبلغ اللي هو ديال 60000 درهم ولا 50000 درهم، راه من الاحسن تمشي تقوم بهذه العمليه خارج المحطه. حنا المحطه لو كانت فيها اريحيه وكتحس براسك في المحطه راه جميع الحافلات وكنضمن لك هذه المساله غتلتزم بالدخول والقيام بالانطلاقه ديالها. سي يونس شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا موصول لمتابعي قناه انفاس بريس. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.